يمكن إنسان يحشر مع الناس أعمى؟ يقول يا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيقول الله له كذلك. What's up guys, welcome back to my channel Mila Games. Make sure you subscribe, like and share and hit that bell button. Share the love. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف حالكم يا جماعة؟ جيناكم فيديو جديد على هذا البارحة. أنا نزلت شو اسمه هذا الموت مودف، انتم تعرفون تتحملون يعني هذا التريلا مالتنا ويا تانكي، حملنا ونروح ونسمعكم ان شاء الله. هنا له شعر ديني هالمرة، لان خلينا اغاني ام كلثوم وخلينا اغاني هندية، كله تلفزيون هندي، تلفزيون اخبار، كل شيء. ما خلينا لا قرآن عبد الباسط ولا ما الشعر الديني حلو هالمرة اشغل الشباب، لان نحنا مسلم. ليش اغاني نشغلها وكل شيء نشغلها على التلفزيون بس ما نشغل شغلة دينية؟ هالمرة نبدي لو عبد الباسط لو شعر يوم القيامة، واحد من اثنين. يلا بسم الله، انتم شايفوا تريلا شباب نشغلها. يلا روح الشرس شباب، نشروا فيديوهاتي عمري، نشروا فيديوهاتي، لان انتم هسه اقولكم شيء شربكم، انتم شايفة لعبة محاكي الشاحنات يشتغل تلفزيون؟ ابدا ابدا، انا وحيد بالتاريخ المحاكي الشاحنات اشغل التلفزيون بالداخل التريل. يلا طبعا توكل على الله. مرايا أنا ما أحب أخلي مرايا داخلية، ما أحب شباب، ما بعرف أسوق. بركة الله نشغله وما نحكي نسكت، حتى نسكت، يعني لازم نحنا واحد إذا يسمع قرآن أو حديث نبوي شريف لازم يسكت ما يحكي. يلا بسم الله. هذه الروح عند الله بعد موتك، أين؟ الله أعلم، لكنك ستنبت من جديد. فكيف ننبت بعد أن تبدل الأرض وتبدل السماوات؟ يرسل يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر. طبعا الفترة ما بين نهاية العالم وبداية العالم من جديد 40 كم الله أعلم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها 40 يوم، 40 سنة، 40 الله أعلم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد، لكنه ينزل مطر. هذا المطر نبدأ نحن ننبت من جديد، تظهر أنت جسمك يرجع كما كان، ترجع بصحتك، ترجع بشكلك مرة أخرى، لكننا جثث هامدة. ثم يحيي الله عز وجل إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية انطلقت الأرواح حيث شاء من حيث المكان الذي أعدها الله فيه، فتنطلق إلى أجساد العباد مرة أخرى، وروحك ترجع إلى جسدك، لا يمكن أن تخرج روحك إلى جسد شخص آخر. ثم بعد ذلك سلامي وتحياتي لكل الشعب الجزائري، والله من يقوم هو سعيد، يعني بعتبرهم هم كلهم إخواني، لأن معه علامة جميلة، إما أنه مات قارئ لكتاب الله أو تائب، تقدير كبير عليهم، أو حاج أو معتمر أو مطيع أو على طاعة أو متدين أو خائف من الله، يبعث وهو سعيد. لماذا؟ لأنه وعد وهو في قبره أنه سيؤول إلى الله عز وجل، وهناك من يبعث وهو يصيح يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا
ما وعد الرحمن وصدق المرسل. خائف ليه؟ لأنه رأى وهو في قبره أن طاقة الجنة أغلقت في وجهه وفتحت له طاقة النار، ولذلك طول ما هو في قبره ويصيح يا ربي لا تقبل الساعة، يا ربي لا تقبل الساعة، خائف ما هو مقبل عليه. يخرج الناس، كيف حاله؟ حفاة عراة غرلا بهما، حفاة بلا أحذية، عراة بلا ألبسة، غرلا أي القطعة اللحم التي لما ختنت رميت ترجع مرة أخرى. دقة الحساب عند الله عز وجل، بهما مثل خلاص الأفئدة هواء، يعني إنسان في رعب. وكيف لا يكون في رعب؟ لأنه رأى النار ورأى الجنة إذا كان في قبره، وإذا لم يكن ذلك الإنسان في قبره فهو قد رأى قيامة القيامة أو نهاية الساعة القيامة وما حدث فيها من أحوال. يعود الناس مرة أخرى، فكيف هي أحوالهم في ذلك اليوم؟ يوم طويل طوله 50,000 سنة كما قال الله جل وعلا. هناك أشكال مختلفة للبشر. أما أولياء الله، وأسأل الله أن نكون منهم، فوالله لن يخزيهم الله عز وجل. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا الفزع، هذه القيامة لا تحزنهم أبدا ولا يشعرون فيها بأي خوف أو رعب، لأن الله وعد ألا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ولذلك يخرجون آمنين. يكسوهم الله يوم يعرى الناس، ثم بعد ذلك يخرجون ويقفون مع البشر وتبدأ الأمور تحدث. خلاص الملك ملك الله، يا فلان أنت رجل قلبك تعلق في المساجد أخرج. فلا يقف في ذلك الموقف، يذهب إلى ظل الله حيث لا ظل إلا ظل جل. يا فلان أنت نشأت في طاعة الله أخرج. يا فلان أنتم تحاببتم في الله أخرجوا. يا فلان أنت ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك أخرج. يا فلان أنت تصدقت فكنت صادقا في صدقتك أخرج. فيخرج هؤلاء كلهم وانت واقف تتفرج تشوف واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا. يذهبون إلى أين؟ إلى ظل الله، وما لا ظل إلا ظل جل جلاله. ثم يأتي الشيبان الذين شابت لحاهم في دين الله في الإسلام، يأتون يبدلهم الله بكل شيبة النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي أمة محمد الذين طالما وضعوا أيديهم ووجوههم يأتون نور كالخيل المحجلة، ثم يخرجون. وهكذا تبدأ كرامات الله على عباده، يخرجهم من هذا المقام. لماذا؟ لا أبدا لا ييأس ولا يبأس، بل تستقبله الملائكة التي أحبته يوم كان في الدنيا حبيب الله عز وجل. ولذلك يأمنون يوم يخاف الناس، ويأكلون يوم يجوع الناس، ويرممون يوم يعطش الناس، ويلبسون يوم يعرى الناس. ترى أيضا في ذلك الموقف أقوام طوقت أعناقهم بثعابين ضخمة، هؤلاء هم الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، فتجدهم يعذبون. تجد في يوم المحشر أقوام عراه وقد ألجمهم العرق، لأن الشمس تدنو ليس بينهم وبينها إلا ميل، منهم من يغطيه العرق. تخيل إنسان كأنه في مسبح قد غطي بالعرق. وهناك ترى أقوام مثل الذر يطأهم الناس، أولئك هم المتكبرون. وأيضا ترى أقوام اسودت وجوههم، لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الله فسود الله وجوههم. وهناك أقوام يصيحون يا الله يا الله، فلا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تخيل المشهد، تأتي محتاج لله فلا ينظر الله إليك. المتكبرون، المسبلون، المنانون، الذين كانوا يمنعون فضل الماء الذي عندهم، الذين كانوا يحلفون كذبا على كل بيعة يبيعونها، كل هؤلاء لا ينظر الله إليهم.
الإنسان يحشر مع الناس أعمى، يقول يا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيقول الله له: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ننسى. 50,000 سنة والناس واقفون. المؤمن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تمر عليه 50,000 سنة كصلاة ظهر أو صلاة عصر. يا رب، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؟ ترى المؤمن يا جماعة الذي يموت على ما يرضي الله ما بينه وبين الجنة إلا دقائق. كل الذي تسمع هذا يمر عليه سريع. لماذا؟ لأنه ضيف على الله، حبيب إلى الله. نجعل الاختبار لا يمكن أن يخزى أبدا. يا لكم تو جزائر. اليوم طويل والعقبة كبوت. بعد أن يقف الناس 50,000 سنة يمل الناس ويضجرون فيصيحون: يا ناس خلصونا مما نحن فيه. فينطلقون إلى آدم عليه الصلاة والسلام: يا آدم أنت أبونا، أنت نبي الله، اشفع لنا عند الله نتخلص من هذا الموقف. فيقوم آدم ويقول: أنا قد أكلت من الشجر وأذنبت ذنبا واحدا في حياتي. آدم عاش في الدنيا أكثر من 1,000 سنة يذكر الذنب الذي فعله، وإن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله. اذهبوا إلى غيري. فتنطلق البشرية كلها تمشي، يذهبون إلى من بعده، إلى نوح عليه الصلاة والسلام، فيا نوح اشفع لنا، فيرفض لأنه طلب من الله طلبا، خشي أنه قد أغضب الله لما أراد منه أن يعني يغفر لابنه. فينطلق يقول: اذهبوا إلى غيري. فينطلقون إلى إبراهيم الخليل فيقول: لم قد كذبت 3 كذبات. ثم يقول: اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيرفض الشفاعة لأنه قتل إنسان في حياته. ثم بعد ذلك يقول: اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى عيسى، فإذا وصلوا لعيسى يرفض الشفاعة. فإذا وصلوا إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها، أنا لها، أنا لها. أنا ويسجد تحت العرش سجود عظيم طويل، ويقول الله له: سل تعطى واشفع تشفع. ويقول: يا ربي أمتي، أمتي. فيقول الله له: أخرج من أمتك 70,000 الآن، يذهبون إلى الجنة بلا حساب ولا عقاب. الإنسان يحشر مع الناس أعمى، يقول: يا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيقول الله له: كذلك. ثم بعد ذلك يطلب من الله أن يبدأ الحساب، فتكون شفاعته شفاعتين: شفاعة عظمى للبشرية كلها أن يبدأ الحساب، وشفاعة خاصة لأمته وأمته أمتنا التي نحن منها. والحمد لله. الحمد لله. خريطة كم باقي؟ أوه كثير باقي. من هنا وين؟ من هنا جينا صح حاليا نحن هنا. أوه هنا شباب، ان شاء الله باكر نحن نكمل الطريق. بس لا تنسوا اللايك والاشتراك، دعمنا بالقناة المتواضعة فيما لا حبايب قلبي. What's up guys, welcome back to my channel Mila Games. Make sure you subscribe, like and share, and hit that bell button to share the love. Thank you.